يسأل ويقول: ما حكم فتح شريط القرآن الكريم بمكبرات الصوت خاصة قبل صلاة الجمعة؟ هذا غير مشروع أن يفتح شريط القرآن الكريم قبل صلاة الجمعة بالميكروفون، أو أن يأتي قارئ واحد يقرأ بالميكروفون، بل الأفضل والأحسن أن يكون الحاضرون كل يقرأ لنفسه منفردا، ومن أراد أن يصلي ويتنفل حتى يحضر الإمام فهذا أفضل، ومن جلس يقرأ القرآن أو يشتغل بذكر الله عز وجل من تسبيح وتهليل واستغفار وغير ذلك من أنواع الذكر فهذا أيضا مستحب. أما أن يقرأ واحد أو يستمعون أو يفتح ميكروفون على شريط من القرآن الكريم فهذا غير مستحسن، لأن هذا يشغل من يريد أن يصلي ويتنفل، وكذلك يشغل من يريد أن يقرأ لنفسه، فإن كون الإنسان يقرأ لنفسه أفضل من كونه يستمع لقارئ أو لشريط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. فكون الإنسان يقرأ القرآن بنفسه أفضل من كونه يستمع لقارئ أو لشريط، وكون الإنسان قبل صلاة الجمعة يتنفل يعني يصلي صلاة نوافل حتى يحضر الإمام هذا أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.